لبنان يعيش مرحلة بالغة الدقة والتعقيد على الأصعدة السياسية والاقتصادية والمالية، تترجم بتحركات شعبية شبه يومية على الأرض يتخللها إغلاق لطرقات واعتصامات، ولعل أخطر ما في الأزمة الاقتصادية عدم تمكن السلطات من لجم انهيار الليرة أمام الدولار الأمريكي وما ينتج عن ذلك من تفلت في الأسعار، أسعار السلع والمواد المختلفة. ضد الجوع والغلاء انطلقت تظاهرات في عدة مناطق في لبنان احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وقام المتظاهرون بحرق الإطارات وحاويات النفايات في الشوارع. وسط ذلك أثار انتشار فيديو على مواقع التواصل لأب يريد شراء الحليب لطفله، أثار ضجة كبيرة في لبنان، إذ ظهر رجل يصرخ بغضب داخل أحد المتاجر. دعونا نتابع. هذه التظاهرات والاحتجاجات سبقتها أزمة تمثلت بعدم توفر الخبز في الأسواق، الأمر الذي دفع اللبنانيين للتوجه بأعداد كبيرة إلى المخابز، خاصة بعد أن فوجئوا بارتفاع سعر ربطة الخبز، فبدلا من أن تباع ب 1500 ليرة وصل سعرها إلى 2000 ليرة وقل وزنها. كما تناقل اللبنانيون صورا للثلاجات شبه فارغة في منازلهم كدلالة على غرق شرائح كاملة من الناس في براثن الفقر وعدم القدرة على شراء المواد الغذائية. أما على تويتر وفيسبوك فلم يكن الوضع مختلفا، فقد رسم اللبنانيون واقعا مظلما لبلدهم بهاشتاج لبنان يحتضر. هنا تدوينة لجان خول يقول فيها السيد جان: بدو كيس حليب زيادة يا الله، كيس حليب، اللعنة على عهدكم، على حكومتكم، على قرفكم، على فسادكم، وعلى كل مين بيدافع عنكم. أما هنا عبد الله البعلبكي فله تغريدة يقول بها: هذا الفيديو يسقط حكومات وعهود الكون كله، لكنه في لبنان لا يفعل شيء. أما ريان: دقيت لأهلي لأطمن عليهم إذا جمعوا طحين وحبوب ورز، لقيت أمي عم تبكي، قالت لي مش موجعني شيء غير إنه ما أقدر أسمع صوتك يومية، عم بيقولوا أو عم يقولوا يمكن يقطعوا الإنترنت. حسين شحرور: حقوقنا موجودة ببيوت هيدي الطبقة يلي علمت أولادها على حسابنا وأخذوا قروض بصفر فوائد ودخنوا سيجار وشكلوا وفود لتمثيلنا، هربوا أموالهم من المصارف وأخذوا تعبنا معهم، وهلأ بدنا نعمل تبادل تجاري مع الصين، منعطيهم طين مجفف يعطونا ريموت كنترول. باسم يكتب في تدوينة: الدولار 10,000، بنزين، مي، كهرباء ومازوت ما في، لحمة ما في، خبز عم ينقص ووزنه ويزيد سعره، نحن بطلنا بلد، صرنا بمزرعة. ساهمت الأزمة مشاهدينا في ظهور مبادرات لمساعدة بعض المواطنين على توفير احتياجاتهم بأقل تكاليف، ومن هذه المبادرات صفحة على فيسبوك اسمها لبناني قايض. يستطيع اللبنانيون من خلال تلك الصفحة على ما يبدو مقايضة أغراض قديمة مقابل الحصول على طعام ومواد غذائية وحاجات أساسية، وانتشرت صور للأحذية والفساتين والأسرة التي يريد بعض اللبنانيين مقايضتها لشراء حليب مثلا أو حفاضات لأطفالهم. شكرا لمشاهدتك ترندنج، سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها.